مساء الخير على كل متابعي قناة شوف تيفي، واهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط من مدينة الدار البيضاء الكبرى. اذا مشاهدي قناة شوف تيفي، الموضوع ديالنا ديال اليوم هو لومبوتياج اللي كان في الطريق. كما كتشوفوا طريق عامرة، كنتمنوا للجميع طريق السلامة، واهم شيء يكونوا يدخلوا لديورهم سالمين من هذا الفيروس. اذا كيف ما كتشوفوا الحصيله ديال اليوم يعني مهوله وخطيره، 2552 و 40 حاله وفاه، فالحصيله ثقيله. مدينه الدار البيضاء بوحدها سجلت 391 حاله و 10 حالات وفيات، فالله يخليكم مزيدا من الحيطه والحذر. فكيف ما كتشوفوا طريق عامرة، الناس كتدخل لديورها بكري، خاصة بعد هذا القرار اللي صدرته الحكومة، يعني حظر تجول في 10 مساء، فالناس باغية تدخل لديورها قبل من الساعة 10. كنتمنوا أن كل شيء يدخل سالم إن شاء الله لديورو. متابعي قناة شوف تيفي، كنزيدو يعني كنوجه لكم نداء، كنعاودو ونكررو ان كنتمناو الجميع يلتزم، ما غنخسرو والو الا خدينا التدابير الاحترازية، درنا الكمامات ديالنا، حافظنا على قواعد النظافة، درنا مسافة الامان بيننا وبين الاخر، فما غادي نخسرو والو. كنتمنوا من الجميع انه يلتزم وتكون استجابه لهذه الحملات التحسيسيه اللي يقوموا بها رجال الشرطه والسلطات المحليه، فكنتمنوا المواطنين يساعدوهم ويساعدوا بلادهم. الا كنا كنبغيو هذه البلاد وكنخافوا عليها، كنتمنى حتى شي واحد ما يبكي على الاهل ديالو ولا يبكي على الناس اللي عزازين عليه. كنتمنوا السلامه للجميع، الله يحفظ بلادنا. فكيف ما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي، طريق عامرة لان كنذكروا جميع المتتبعين الاوفياء اللي عاد التحقوا بنا ان الموضوع ديالنا هو الازدحام والاكتضاض اللي في الشارع ديال السيارات، خاصه بعد القرار اللي صدرته الحكومه حظر تجول اللي غيكون في 10 مساء، اللي كيكون في 10 مساء فالناس كتبغي تدخل قبل الساعه 10 استجابة لقرار الحكومة. كنتمنوا من الجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بقرارات الحكومة.
سعيدة متتبعي قناة شوف تيفي، كنتمنوا طريق السلامة للجميع، والله يحفظنا ويحفظ بلادنا من هذا الفيروس القاتل. حليمة كتقول لي السلام بنتي، الله يهديهم. امين امين، الله يهدي الجميع. حمزة كيقول لي الحجر الصحي ينادي، نتمنى وما نوصلوش للمرحلة ديال الحجر الصحي، وان الناس توعى بخطورة الفيروس وتلتزم. فكنتمنى للجميع السلامة. نذكر جميع المتتبعين الأوفياء أن الحصيلة اليوم في مدينة الدار البيضاء كانت حصيلة ثقيلة، وصراحة كتخلع ماشي سهلة. 391 راه كيقولها غير الفم، راه حصيلة صعيبة بزاف، وعشر وفيات. فالله يخليكم مزيدا من أخذ الحيطة والحذر والالتزام. نشكروا كاع الناس اللي كانوا معنا في هذا المباشر. الى مباشر جديد وموضوع جديد. الى اللقاء.